بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناة عرب جرينكس، معكم عبد المجيب. زي ما عودتكم بطقطق شوي على الأبونتو، وبعدين بشوف يعني وش الشغلات اللي ممكن نقدر نسويها بعد ما نثبت أبونتو. هذا الدرس راح نثبت بعض البرامج، في بعض الحركات الحلوة الخاصة بالتخصيص، وأيضا في بعض الأشياء حط وشيل بالنسبة خاصة بالأبونتو. طبعا بعض المستخدمين لما شاف مراجعتي اللي راحت قال أنت الآن أنصفت أبونتو. أنا من زمان منصف أبونتو، بس واجهت أبونتو مو بزينة، يونيتي ماشي. طيب خلونا ندخل ونقول بسم الله ونشوف ايش الاشياء ممكن تصلح. طبعا في بعض البرامج شخصيا، طبعا هذه الاشياء اللي بتكلم عنها هي 10 اشياء تقريبا، فزي ما تقول شخصيا هذه تهم، لكن انت ممكن عندك اشياء مهمه تمام، ممكن يكون في اشياء مشتركه بيني وبينك، فانا قررت احط 10 اشياء علشان يعني مجرد اسم 10 حلو. طيب بسم الله دخلنا. اوكي بالنسبه لي اول شيء البرامج اللي انا احتاجها بشكل يومي، طبعا في عندي اوكي تقريبا 3 برامج. اول شيء راح ادخل عن طريق مدير البرامج هذا الحلو، طبعا مو بحلو بس يعني زي ما انتم شايفين لانه حلو يفتح بسرعه. اوكي اوكي في طبعا اكيد بنحمل برنامج في ال سي زي ما انتم شايفين اسمه مكتوب بالمنطقه هذه تمام، في ال سي. طيب في ال سي هذا برنامج خاص بالتشغيل الوسائط والى اخره، فبنحمله عن طريق الضغط على زر انستول. ليش؟ لان هذا شغل كل شيء، يعرض الصور من الاخر. انا ما احب بربس، انا احب اجيب برنامج واحد يشغل لي كل شيء. الفي ال سي يشغل كل شيء، قضينا. اوكي البرنامج اللي بعده هو برنامج سينابتكس. اللي ما يعرف سينابتكس، عفوا سينابتك تمام، اللي ما يعرف السينابتك راح اوريك وش سينابتك الحين ماشي. طبعا حركه اللينز دي اللي تنزل هنا شيء جميل. اوكي خلنا ننتظر شوي احد ما يخلص. طبعا فيه ميزه هو مدير تحميل الحزم ليس برامج، طبعا لان الحزم تختلف عن البرامج. اوكي لو جيت تبحث عن حزمه معينه قد لا تجد الحزمه او البرنامج هذا موجود في الابونتو شو اسمه سوفت وير سنتر هذا، ولكن السينابتكس فيه ميزه انه يعطيك كل شيء. لما تكتب مثلا، خل اعطيك مثال، لما نكتب الحين في ال سي، خل اوريك مثال جيد جدا. في ال سي طلع عندنا، بس خيارين بالبحث، بينما في حاجه ثانيه خاصه بالفي ال سي والمتصفح، مشغل المتصفح. خلونا ننتظر السينابتكس لما انه يخلص تمام. انا اكتشفت انه منهز راسي الشاشه تقول كذا، نظاره. طيب خلونا نوقف شوي لما يخلص. اوكي خلصنا، راح نشوف السينابتكس الحين لما نفتحه وش يطلع. طبعا هو مشهور ترى، اغلبكم يعرف البرنامج هذا، ولكن راح اوريك بس ايش الفرق ما بينه وبين مدير الحزام وليش نركبه في ال سي. لاحظ لما اكتب في ال سي شو بيطلع عندنا. طبعا اغلب الحزم هذه راح تنزل لما تحمل الفي ال سي اصلا، يعني لو تلاحظ حطينا علامه في ال سي في حزم كثير راح تنزل طبعا زي ما انت شايف، ولكن في حاجات ممكن ما تنزل وانت تكون محتاجها. اوكي يعني نفترض ممكن تنزل البلاجن هذا، ممكن تنزل هذا، فهو مجرد مثال على برنامج ممتاز جدا خاص لاداره الحزم. اوكي طيب كويت. اوكي في عندي برنامج لا استغني عنه اطلاقا، طبعا فعلا ملاحظات البرنامج بعض الناس بتحبه، ولكن هذا هو البرنامج توم بوي. هذا ميزته انه ياخذ او يكون عندك زي ما تقول يسجل ملاحظات او ملاحظات شخصيه. الميزه الموجوده بهذا البرنامج هي المزامن عن طريق السكيور شل، فعندي على السيرفر بالبيت مسوي قاعده بيانات خاصه بالملاحظات. طبعا سهله ترى الشغله، وعن طريق اللابتوب ازامن الملاحظات نفسها اللي اسجلها بالمكتبي. فلما اكتب شيء هنا بالمكتب احصل باللابتوب، لما اكتب شيء باللابتوب احصل بالمكتبي. عشان كذا انا استخدم التوم بوي. المميز بالابونتو لما تحط التوم بوي مسموح بالتوم بوي ان تظهر الايقونه حقته هنا، لانه مو بأي شيء مسموح يظهر هنا، مع العلم انه في طريقه انك تسمح لكل شيء يطلع هنا. طيب الشغله الرابعه اللي حابين نسويها، احنا ثبتنا 3 برامج الحين، هي انك تتاكد انه جميع الحزم او عفوا جميع التعريفات تم تثبيتها بشكل صحيح. اديشنال درايفرز من هنا. اوكي طبعا هو يقترح لك احيانا تعريفات. اوكي ننتظر شوي سيرشنج. زي ما شايف طبعا في بعض الاشياء ممكن تقول تحملها الى اخره، ولكن هو يقترح لك احيانا بعض التعريفات بدون وسويس. بعض الناس يوسوس بموضوع التعريفات، هل انا ثبت ما ثبت؟ اذا كان كرت الشاشه عندك يشتغل ولا في مشاكل، اذا كان الصوت يشتغل ولا في مشاكل، عندك الانترنت واصل، خلاص لا تثبت شيء بلاش وجع راس. اوكي لكن هي منطقه هذه خاصه حلوه بالتثبيت زي ما تقول بتاع التعريفات. اوكي طيب راح نشوف هذا بعد شوي لما نخلص عشان نمشي على كل شيء. تاكد ايضا انك النظام عندك محدث لاخر تحديث تمام، عن طريق امر سهل جدا انك تفتح الطرفيه من هنا تيرمينال، تكتب هذا الامر سودو apt-get update ثم تحط علامه الان اللي شفت مع 7
مرتين ثم سودو apt get upgrade اوكي انتر. ممكن تحط علامه ناقص واي علشان تلقائيا يوافق على التحديثات، بس مجرد تاكد انك up to date اوكي. طيب في عندنا شغله ثانيه وجميله جدا وهي بس لازم نخلص هذا البرنامج، خل اوقف شوي نرجع لكم. اوكي خلصت تمبوي، خلوا لكم التمبوي بأنه ثبتنا تمبوي اوكي. لاحظوا التمبوي ظهرت الايقونه حقته هنا. ميزه بالتمبوي زي ما قلت لكم انه ياخذ ملاحظات لا اقل ولا اكثر، لكن في ميزات كثيره ما راح اتكلم عنها الحين، ولكن الميزه تضغط من هنا وتسوي ملاحظات سريعه تكتب هنا. طيب في عندك اداه جميله جدا اسمها يونيتي تويك تول اوكي. يونيتي تويك تول هذه تعطيك امكانيه للتخصيص، صراحة حلوة جدا. لعله أنا ثبتها عشان خاصية واحدة مهمة بالنسبة لي، وهو إنه يكون هذا الشغلة شفاف، الشريط اللي فوق شفاف، فهي تسمح عن طريق هذه الأداة تكون شفاف، علما بأنه في طرق ثانية تقدر تسويها بدون هذه الأداة. أنا لازم أوضح كل شيء عشان ما أبلش بعض الناس اللي يفهمون كل شيء. طيب أوكي ثبتنا الأداة، راح ندخلها من هنا. زي ما انت شايف في شغلات كثيرة جدا بهذه أوكي، لكن أنا هم زي ما تقولوا راح البانل هنا ثم أزيد موضوع الشفافية لأني حب يكون شفاف على الآخر أوكي. طبعا في شغلات كثيرة ممتازة جدا بهذا، ممكن تخصص اليونيتي نفسه، ممكن تخصص النوافذ، ممكن حاجات ثانية خاصة بالظهور والمنظر ولا صح، وممكن تضبط بعض الأشياء الخاصة بسطح المكتب، وأيضا في شغلات للسيكوريتي زي ما انت شايف. طيب طيب أوكي فيش عندنا بعد أوكي. بالنسبة لي اللغة العربية رحت المفاتيح معنا تكلمت عنها بالمراجعة، ولكن زي ما تقول خزيات الخير خيرين. اذا بتضيف اللغه العربيه راح لم تكست انتري سيتنجز من هنا اوكي، ثم اضيف اللغه العربيه من هنا. طبعا راح نحذفها هنا اوكي. الخيارات مو بهذه هي الافتراضيه، ولكن راح نضيف اللغه العربيه من هنا عربيك اد اوكي. بالنسبه لمفاتيح تبديل اللغه ممكن من هنا تختار المفاتيح اللي تبي، فانا بحط شيفت الت مثلا لانه اغلب المستخدمين المنتقلين من الويندوز متعودين على الشغله ذي اوكي. فانا راح اجي هنا واحط شيفت الت reassign اوكي، واجي واحط شيفت الت اليسار من هنا اوكي. فبالطريقه هذه بصير ابدا اقدر ابدل اللغات زي ما انتم شايفين بجميع الازرار اوكي، او بجميع المفاتيح عفوا. فبالطريقه هذه صرت اقدر اكتب باللغه العربيه. اتاكد بس لانه في مشكله جت في الدعم الفني توضحك، بس متاكد هي صحيحه ولا غير صحيحه. طيب طيب ايش عندنا بعد اوكي. اذا بالنسبه للغه العربيه دعم اللغه العربيه هنا باليونيتي اكتب لانجويج language اوكي، راح يجيك هذا language support اللي هو دعم اللغه ماشي. اذا بتحط الواجهه كلها عربيه تعال هنا اوكي، انظر شوي بس لما نخلص هذا. طبعا يفترض انه بيجيك زر اسمه انستول والى اخره. اذا انت رجال ما عندك زي ما تقول وقت وتبي تخلص بسرعه، وقف التحميل ذاك وادخل هنا على install remove languages، حط على اللغه العربيه على طول من هنا، ثم حط على apply changes وراح ينزل لك اللغه العربيه. يعني مجرد تحط علامه صح تحط ابلاي تشينجز. لما تخلص شايف اللغه العربيه هذه لازم تمسكها بالماوس وتسحب على فوق ماشي. فاللغه العربيه يفترض انها تكون بالمنطقه العلويه هنا اوكي، فاللي عليك تسوي مجرد سحب وافلات. طبعا تاخذ شوي هي. اذا حاب انك تطبق اللغه العربيه على كل النظام مو مجرد المستخدم لحاله، لازم تسوي ابلاي سيستم وايد هذه، ثم تدخل باسورد اوكي. بالطريقه هذه حتى مدير الدخول نفسه راح يكون باللغه العربيه. هل تجي الخروج وندخل مره ثانيه عشان نكمل استخدام النظام باللغه العربيه. لوج اوت لوج اوت اوكي. زي ما انت شايف جت الحين كلمه السر مكتوبه بالعربي. ندخل احصل كل شيء صار عربي الحين. لا 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 اوكي. في هذه بعد ما انك تتحدث او تغير اللغه العربيه، هل حاب تحتفظ باسماء المجلدات القديمه ولا لا؟ يعني شايف هذه المجلدات عندك، انا بصراحه احب اتركها زي ما هي، لاني لو جيت سويت الطريقه هذه راح يكون عندي تدبيل. فلو قلت اترك الاسماء القديمه راح يترك الملفات هذه على ما هي عليه اسمها، ولكن البعض قد يقول حدث الاسماء. فانا بضغط حدث الاسماء راح يضيف لنا مجلدات الحين صارت باللغه العربيه زي ما شايف اوكي، فما عندك مشاكل. انا كنت سابقا اشوف شيء ثاني، كنت اشوف انه يضيف لغه عربيه زياده على الملفات القديمه حق الانجليزيه، ولكن جميل الحين. طيب في عندك شغله ثانيه وهي زي ما انت شايف لما نجي نبحث هنا، لو كتبنا مثلا لينغويستكس تكس اوكي، لاحظوا انه ما يظهر شيء بالنسبه لي بالمنطقه هذه. المنطقه هذه احيانا يظهر فيها اعلانات اوكي. لو رحنا لم اعدادات النظام من هنا اوكي، ثم رحنا لم الخصوصيه او الامر الخصوصيه، انا عطلت هذه الخاصيه عن طريق التشخيصات اعتقد للبحث تمام.
من هنا تعطله. لو جيت الحين كتبت لينغويستكس مره ثانيه, لينغويستكس راح يجي يعني زي ما تقول اقتراح جاي عن طريق الانترنت والى اخره. طبعا في سابقا في فيديو تكلمت قلت لكم موضوع الخصوصيه والى اخره, ويعني موضوع طويل. لعلمكم انا لما ثبتت الابونتو استخدمته يومين كنت فعل الخاصيه هذه علشان اساعد الابونتو يلي تقولون اني ما احب ابونتو. طيب هذا بالنسبه لي موضوع الخصوصيه اوكي. فانت اذا حاب مع العلم انه ما ادري هل اذا عطلت اصلا ما راح يسمعون بيانات منك ولا لا, فاللي صد خايف يحذف اليونيتي وركب واجهه كي دي اي او اي واجهه ثانيه. بالنسبه لي النقطه الاخيره راح اتكلم عنها وهي الخطوط اوكي. تعال بالمنطقه هذه, افتح منطقه المجلد, حط كنترول مع حرف اتش الانجليزي تمام. اذا ما كان عندك ملف او مجلد اسمه فونتس, اضغط بالزر الايمن مجلد جديد نقطه فونتس بالانجليزي انتر. بالمنطقه هذه او بالمجلد هذا حط اي خطوط تبيه وراح تظهر عندك بالنظام اوكي. تقريبا هذا اللي اقدر اقول لكم اياه. بالمناسبه الخلفيات اللي موجوده هذه حقت الابونتو انا قمت سحبتها لاني حبيت صراحه الخلفيات الجديده حقتهم. فاللي حاب يحصل على الخلفيات هذه عشان نحطها توزيع ثاني غير توزيع الابونتو, رابط تحميل الخلفيات موجود تحت. نشوفكم ان شاء الله في درس قادم. اي اسئله اي استفسارات منتدى الدعم الفني موجود تحت مفتوح 24 ساعه خلال الاسبوع. في امان الله.